وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الدكتور ناصر الفهداوي، المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى من مدينة أربيل. دكتور ناصر، مرحبا بكم، جهودكم مشكورة. استهدفتم في هذه الحملة الطلبة الأيتام في مدينة الموصل، حدثنا عن تفاصيل هذه الحملة دكتور. حياكم الله أستاذنا الكريم. الشكر موصول لكم لقناة الرافدين الفضائية والمشاهدين الكرام. قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين 600 سلة غذائية للطلبة الأيتام في عدد من مدارس مدينة الموصل. وشملت يعني مجموعة من المدارس الجانبين المدينة الأيمن والأيسر. مع هدية من كتاب الله تعالى بواقع 600 نسخة من القرآن الكريم هدية للطالب اليتيم. تم توزيع 275 سلة غذائية مع هدية القرآن الكريم على طلب الأيتام من أربع مدارس في الجانب الأيسر من المدينة، وشملت مدارس ابن رشد ونابلس والجحافل والخليج العربي. وهذه كلها مدارس ابتدائية للبنات فقط، هذه مدارس للبنات. كان مركز التوزيع في مدرسة نابلس في منطقة الجماسة القريبة من مدينة النبي يونس. بعد ذلك انتقل في نفس اليوم، بعد انتهاء من الحملة الأولى انتقل في نفس اليوم، انتقلنا إلى يعني كادر المنظمة وكادر القسم الإغاثي في علماء المسلمين إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وزعنا هناك 325 سلة غذائية في الجانب الأيمن مع المصاحف. شملت هذه الحملة كذلك يعني الجزء الثاني قسم ثاني من الحملة شملت الطلبة الأيتام من خمس مدارس، وهي مدرسة جويرية بنت الحارث وعبادة بن صامت بقسميها الصباحي والمسائي، وكذلك مدرسة صفية ومدرسة الكوثر. وكان مركز التوزيع في مدرسة الكوثر بحي نابلس. في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. دكتور، يعني أنتم وزعتم 275 سلة غذائية مع مصحف في الجانب الأيسر، وأيضا سلمتم 325 سلة غذائية في الجانب الأيمن، ولكن يعني ما هي محتويات السلة الغذائية تحديدا دكتور؟ حقيقة يعني السلة الغذائية يعني فيها 11 فقرة من المواد الغذائية، وافية المواد. نعم. من السكر، من الرز، من حتى الطحين، العدس، كل ما تحتاجها عائلة اليتيم حقيقة، اللي ممكن أن تعينهم على مدى يعني 10 أيام أو تقريبا إلى مدى أسبوعين. ها يعني تكفي لعائلة مكونة من كم دكتور من فضلك؟ يعني مكونة من أقل تقدير من يعني 5 أشخاص. نعم. طيب. دكتور، مديرة مدرسة الكوثر ظهرت على الشاشة قبل قليل وطالبت المزيد من المساعدات، وأيضا يعني قدمت لكم الشكر، كذلك قدمت الشكر لهيئة علماء المسلمين، لكن من وجهة نظركم وأنت زرت المنطقة، ما هي المستلزمات التي يمكن تقديمها للطلبة الأيتام وللطلبة بشكل عام؟ حقيقة يعني لما وصل نداء الاستغاثة من الأشخاص المعنيين في الإحصاءات التي يعني الإحصاءات الجوالة، هناك فرقة إحصاءات جوالة متذرعة تتجول على المدارس تحصي بعض يعني تحصي بعض المدارس. يعني لما تداولنا معهم بعد وصول نداء الاستغاثة يعني سألناهم عن الأولويات التي يحتاجونها، ما هي الأشياء يعني الأولويات التي تحتاجون، هل تحتاجون الملبس، القرطاسيات المدرسية غيرها؟ قالوا لا، الآن يعني نحن يعني في أمس الحاجة إلى الطعام، لأنه الآن عائلة اليتيم حقيقة تعجز عن تلبية الاحتياجات الأيتام من القوت اليومي. الإحصاءات يعني كبيرة جدا في كل مدرسة، في كل مدرسة ما يقارب 150 يتيم إلى 250 يتيم، مع العلم أنه العوائل الآن لم ترجع ولم تعد إلى الموصل لغاية اللحظة. يعني هنالك حقيقة يعني إعلام يعني لم يصل إلى إيصاء يعني إعطاء الحقيقة إلى 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 الرأي العام العالمي. الدكتور ناصر الفهداوي، المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى من مدينة أربيل، شكرا جزيلا لكم.